بسم الله. النهارده معانا مع برنامج ظريف وجميل اسمه فيديو سكرايب. البرنامج ده بيخليك تعمل زي افلام كرتون بطريقه سهله جدا، تمام؟ زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. دي بعض الافلام اللي احنا عملناها. خلينا نشوف حاجه منها بسيطه عشان نطول فيها، عشان بس نفهم الفكره وبعد كده نعمل حاجه مع بعض، تمام؟ ده كان فيديو دعائي اللي بام عربيه، ما دفعلوش حاجه. بسم الله. النهارده اول ما دخلت على الفيسبوك لقيت حاجه اسمها بام عربيه، حبيت اعرف ايه هي بام عربيه، فلقيت انها المجله العربيه الاولى في مجال نمذجه معلومات البناء، بيشارك فيها متطوعين من كافه الوطن العربي. طيب خلينا نعمل احنا حاجه جديده. اقول له نيو، هقول له انا عايز احط صور، فبقول له عايز صور، اختار انا بقى الصور. طيب هقول له مثلا انا عايز صور بيبول، اختار مثلا الشخص دوت، تمام؟ ادي الصوره كمان، وليكن مثلا المبنى دوت. طيب هنا بقدر اتحكم، هيقعد كام ثانيه يرسم في الشكل دوت. اقول له شغل لي، فهو بيبدا يرسم الشكل دوت كانك انت بترسم بايديك. فنان فنان، تمام. طبعا انت بتسجل صوت بحيث ان الصوت ده يمشي مع الصور، ودي اصعب حاجه، ان انت تخلي كل صوره تظهر مع الكلام نفسه اللي انت عايزه، تمام. طيب ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز صور، وتختار صور من عندك من على الديسكتوب، ولكن مثلا صوره زي الصوره ديت. بس لو صور مش اس في جي فبتتعمل بطريقه مش ظريفه زي الاس في جي. خلينا نشوفها دلوقتي. خلينا نحطها في الأول عشان ما ناخدش وقت كتير. مش بنفس الجودة لما بيرسم اس في جي، اوكي؟ طيب بعد كده أنا ممكن أضيف تكست، أقول له مثلا بيم عربية، اوكي؟ بعد كده أقدر أنقلها أصغرها زي ما أنا عايز. بيم عربية خليها في الأول، تمام. أقول له شغل، فيوريه شيل علامة زوم تو اند بحيث لما يخلص ما يوركش كل الشغل لو انت عايز. اي واحدة فيهم بتحكم هتقعد كام ثانية، بتحكم هيبقى شكلها عامل ازاي، اقدر اختار اخلي السرعة اوقف زي ما انا عايز. ممكن اشوفها لوحدها، اقول لها بس انا هشوف بالمربع بس. هنا مثلا اقول له ابدأ لي من هنا. تقدر هنا تقول له عايز تضيف تشارت، تمام، زي ما انت عايز، دخل الارقام اللي انت عايزها. ممكن تقول له انا عايز اضيف اغنيه، تمام، عنده هو مكتبه صوتيه زي ما انت عايز. ممكن تسجل انت حاجه بصوتك، تدوس على المايك، تختار بعد كده المايك وتبدا تسجل، وهو هيحط الصوت وانت بقى تبدا تظبط الصور مع الصوت. احنا مجله بام عربيه ونشرنا حتى الان 22 عدد، وشغالين في العدد 23. فخورين بالفريق العمل الممتاز اللي شغالين مع بعض، تمام. فهو كده سجل الصوت، وتقدر لما تيجي تعمل تشوف تبدأ تشوف الصوت مع الصوت، تمام. تقدر تعمل تغير بقى الكشر او الالوان بتاعت الخلفية زي ما انت عايز، بس صراحة اللون الابيض افضل حاجة. تقدر تتحكم تقول له مثلا عايز شكل ايد تبقى بالشكل دوت، تمام. كل ما تكون انت لما كنت شايل نسخة أصلية بتفتح لك حاجات أكتر، تمام. يعني في حاجات للنسخة المجانية وفي حاجات للنسخة اللي هي بفلوس. طيب خلصنا خالص وشفنا الشغل والشغل عجبنا ومية مية وزي الفل. هقول له هنا إيه بابلش، تمام. فبيقول لك أنت عايز تسيفه على الجهاز، تروح مسيفه على الجهاز بالفورمات بالسايز زي ما أنت عايز. تقدر تختار، تقدر تقول له انا عايز اعمل له شير على اليوتيوب، فبيبدا يرفعه على اليوتيوب. الحق 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 عشان يشيره فعلا. تشيره على الفيسبوك، تعمله على الباوربوينت. فبرنامج تحفه، اتمنى الناس يعجبها والناس تشتغل بيه. الف شكر.